السلام عليكم أحباب الكرام. هذا النفق هو الذي دخل منه الجيش الإسلامي لفتح قلعة ذي سلاسل. دخل عدة من المسلمين ثم قتل الكثير منهم وفتحوا قلعة ذي سلاسل. هذا الممر المائي الذي دخل منه الجيش الإسلامي. كونوا معي، فيه مشاهد رائعة وجميلة وخلابة. يا مجد هذا الزمان، ما همك جرح الزمان، وغم الحرائق والدخان، ما همك جرح الزمان، وغم الحرائق والدخان.